والانطلاق في هذه اللحظات اعلنوا عن دفعة جديدة وشوطنا الخامس عشر يتحرك بوزن الابكار وعندنا اكثر من 19 بكرة دونا في كشف التسجيل. نحن نرحب بهذا الشوط الذي يحمل معاه الامال والطموح ونخبة قوية تشاركنا في هذه المسيرة. شوط ايضا لا يقل وزنا ولا اهمية عن بقية الاشواط لمحبينا ولجمهوره له متابعينا. وعلى بركة الله نفتتح الإذاعة مع الشاهينية سعيد بن سيف بن عبيد بالكديدة من يقدم الشاهينية في أول المراكز شعارا مبدعا ومنفردا بالمركز الأول. أما المركز الثاني للأسف لم تدون في كشف التسجيل من شوط تقريبا من شوطين لم يدون اسمه هذا الشعار في كشوف التسجيل. المركز الثالث ناخذ بن صوغان مصبح بن سالم المتفي يج لشتبي في ثالث المراكز. والمركز الرابع علي بن عبيد بن غدير يأتينا رابعا على ظهر اللي هي الشبله. نقله تاليه على المركز الخامس. المركز الخامس راهيه عبد الله بن صالح بن حبتور العامري مع راهيه. اما النقله الاخرى على المركز السادس والمجموعه الثانيه ايضا نراقب ايضا شعارات قويه لها وزنها. ولكن سادس المراكز نجده محمد بن سلطان بن مرخان من يقدم نجده في المركز السادس. والمركز السابع براق عبد الله بن سعيد بن محمد الخيلي. اذا انتقلنا الى المركز الثامن قندهار خلفان بن محمد بن جاسم المزروعي. والمركز التاسع منحاف سيف سعيد بن عبد الله بن عنتر الغفلي. والمركز العاشر الوصول من اشوف المركز العاشر اللي شاهينيه سالم بن محمد بالطبيعه. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل للعشره المراكز الاولى ونحن نبحر في هذا الميدان والمجهود. هو لنا عتب عليك لانك شوطين لم تسجل هذا الشعار في كشف التسجيل. نتركه في حفظ الله ورعايته وناخذ المركز الثاني الشاهينيه سيف بن سعيد بن عبيد بن كديده هو من يعني ينطلق مع المركز الثاني. وعلي بن عبيد بن غدير في ثالث المراكز يواصل المسير مع الزعفرانه من الجانب الاخر. هناك ايضا شعار السيد عبد الله بن صالح بن حبتور العامري مع راهية. المركز الخامس وصلنا ابو سلطان يتجاوز ومركز تركيز مع نجدة صعب المضمرين مع نجدة. هو الان يعني عنده امال وطموح بناموس هذا الشوط. وانقول لك اقترب لا تبتعد يا بن مرخان. نعم هو ما ينسحب من المعارك ابدا يعني يحب الاشواط اللي فيها الصراع وفيها التحديات وفيها المعارك. ناخذ المركز الرابع ورابع المراكز عند عندنا قندهار خلفان بن محمد بن جاسم المزروعي. وبن عنتر واصل بن عنتر واصل لسيف بن عنتر الغفلي في المركز الخامس. والمركز السادس المركز السادس فهنا ايضا الوصول الشاهينية مطر بن سعيد الحميري. المركز السابع براقه عبد الله بن سعيد بن محمد الخيري. اما المركز الثامن اللي هي منحاف سيف بن سعيد بن عنتر. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام. ولكن روح يا الجمري روح يا الجمري والحق ابنه هذه المجهولة اللي جن جنونه في اللحظات الاخيرة وطارت مع الطيور للمرة الثانية ياخذ التهنية. ولكن للأسف ما موجود ولا يخبرنا باسمه. خبرنا باسمك لو سمحت. نعم هذا هو صاحب الشعار. ان شاء الله نتعرف عليه عند خط النهاية ويعطينا اسمه. والمجهولة تتجنن وايضا تنفرد بهذا الشعار وتصل الى خط النهاية الناموس يراعي هذه الذلول. الناموس لك مبارك لك ونهنيك بالانتصار للمرة الثانية في هذا المهرجان وفي ميدان دستور. اما المركز الثاني الوصول من قبل اللي هي راهية عبد الله بن صالح بن حبتور العامري. المركز الثالث نجدة محمد السلطان مرخان. الرابع سيف بن عنتر الغفلي. والخامس هني قندهار خلفان بن محمد بن جاسم المزروعي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل. نتاكد من صاحب المركز الاول لنعطيكم الاسم كاملا مكملا.
طيب التوقيت الزمني لقطعة المجهولة لمسافة 3 كيلومترات 4 دقائق 59 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. أما اللي وصلت في المركز الثاني نشوف نراقب نتأكد من في المركز الثاني الوصول من راهي عبد الله بن صالح بن حبتور العامري. أما المركز والتوقيت الزمني 5 دقائق ثانيتين وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث ننتقل إلى المركز الثالث بتوقيتنا بالتأكيد بيكون 5 دقائق هذه لحظة الوصول وخمس ثواني ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لمحمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي.